بدأت السعودية المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا، وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أول من تلقى جرعة هذا اللقاح اللي طورته شركتي فايزر الأمريكية وبايونتك الألمانية. ويستهدف اللقاح الذين تجاوزوا سن 65 والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى، حيث بدأ المواطنين والمقيمين بتلقي اللقاح مجانا. هذا وستكون عملية التطعيم اختيارية وليست إجبارية، علما أن لقاح كورونا في السعودية سيتم توزيعه على 3 مراحل. من جهته قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة خلال تلقيه أول جرعة من لقاح كورونا، قال أن اليوم هو بداية انفراج الأزمة، مؤكدا في السياق ذاته أن اللقاح سيكون متوفر للجميع في كافة أنحاء المملكة. والله نحن حريصين على توفير الجرعات للجميع، فأؤكد أن كل شخص سوف يحصل على اللقاح في المملكة إذا كان حسب العمر المناسب والقدرات المناسبة. الحملة سوف تستمر عدة أشهر حتى نستطيع أن نحقق تطعيم ويكون متاح للجميع، كل من يريد أخذه، وعلى حسب التوريدات، ونحن حريصين على توريده بأسرع وقت، فمن الصعب التقدير ولكن بالتأكيد في أقصر مدة ممكن. ورأينا مجموعة من المواطنين أخذوا التطعيم، وهذه رسالة نؤكد فيها سلامة التطعيم مشيئة الله. يوم للفرح طال انتظاره، وصحة وطن تزهر في بصيص أمل للخلاص من كورونا. مشاعر تفاؤل وأمل لأم سلطان، وفرح بعد عام من معاناة كورونا لتكون أول سيدة تتلقى جرعة اللقاح المضادة للفيروس. أسعد إنسان هني بعد معاناتنا وخوفنا وهني، والحمد لله ربي فرجها وجانا اللقاح وخدتها أول واحدة تأخذ اللقاح. كيف تشجعتي أنك تأخذين اللقاح يا سلطان كأول سيدة؟ والله من يوم أنه عطوني دقوا علي وأنا متشجع الحمد لله وفرحانة. يعني انطلاق حملة للتحصين كأكبر الحملات في تاريخ السعودية، البداية في أول مركز ميداني للقاحات في الرياض بعد اعتماد لقاح فايزر، ولن يكون الوسيلة الوحيدة لانتهاء الأزمة في خطة لجلب أكثر اللقاحات أمانا في العالم. نحن جدا حريصين على مأمونية اللقاحات، وهناك لجان علمية من علماء سعوديين تحدثوا بعضهم معنا اليوم لضمان مأمونيتها، ونحن متأكدين إن شاء الله واثقين من سلامة اللقاح، وإن شاء الله يكون أول بادرة إن شاء الله أو وسيلة لإنفراج الأزمة. الحملة سوف تستمر عدة أشهر حتى نستطيع أن نحقق تطعيم ويكون متاح للجميع، كل من يريد أخذه، وعلى حسب التوريدات، ونحن حريصين على توريده بأسرع وقت، فمن الصعب التقدير ولكن بالتأكيد في أقصر مدة ممكنة. الأولوية في التلقيح لثلاث فئات، في المقدمة لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما والمعانين من أمراض مزمنة، لتكون السعودية بذلك أول دولة تعلن بداية الفرج لأزمة كورونا. محمد المشاري، NBC الرياض.